صح شربتكم، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قام بالتمديد في المدة النيابية للمكتب الجامعي الحالي لجماعة تونسية كرة القدم واللجان ذات الصلة لأجل أقصاه 20 ماي 2024، يعني تقريبا نحكيه على شهرين تمديد. هذا ما ورد في مراسلة من الفيفا للجامعة، وتم إحالة نسخة من المراسلة هذه على الهيئة المستقلة للانتخابات لتعهد وإعداد المسار الانتخابي الجديد في الأجال المحددة، يعني قبل 20 ماي اللي تنتهي فيه شرعية عهدة المكتب الجامعي الحالي. فريق إنترخت فرانكفورت الألماني أعلن بصفة غير مباشرة على غياب لاعب وليس صغير على دورة الودية في مصر مع المنتخب. الفريق الألماني أعلن قائمة لاعبيه اللي التحقوا بمنتخبات بلدانهم، والقائمة ما فيهاش الياس الصغيري. نذكر أنه جامعة تونسية كرة القدم أكدت أنه مشاركة الصغيري مش مؤكدة بسبب الإصابة، وأعلنت في نفس البلاغ على غياب لاعب الياس سعد. نواصل مع المنتخب، وحاليا اللاعبين يعملوا أول حصة تمارين في القاهرة بالنسبة للبرنامج المقابلات. تحوير جديد تقوم به اللجنة المنظمة، تحوير يخص خاصة مباراة المنتخب الوطني التونسي في النصف النهائي ضد المنتخب الكرواتي، بعد ما كانت تلعب نهار 22 مارس. المقابلة تلعب نهار 23 مارس في ملعب القاهرة الدولي مع التسعة متاع الليل. النصف النهائي الأول يتلعب 22 مارس كيف كيف في ملعب القاهرة، مصر ضد نيوزيلندا. بالنسبة للمقابلة ترتيبية على المركز الثالث نهار 26 مارس في استاد القاهرة مع التسعة متاع الليل، ومقابلة نهائية في استاد العاصمة الإدارية الجديد كيف كيف نهار 26 مارس مع التسعة متاع الليل. لعبة النادي الافريقي يرجعوا غدوة للتمارين بعد راحة تواصلت 3 أيام. تمارين غدوة باش يكون فيها عودة تدريجية للثنائي رامي البدوي وعامر العمراني. بالنسبة لبسام اسرار في اللي عنده إصابة عضلية باش يرتاح لمدة 3 أسابيع. بعد القطيعة بالتراضي البارح ما بين النادي الصفاقسي والمدرب نبيل الكوكي، غدوة العودة للتمارين باش تكون تحت اشراف كريم دلهوم كما حكينا من البارح، في انتظار تحديد تركيبة بقية الإطار الفني اللي باش يكونوا معاه، بما انه زوز من الإطار الفني غادروا مع نبيل الكوكي. نحكيوا على المدرب المساعد نادر الهبيري والمعد البدني قيس الغطاسي. لاعبي مستقبل سليمان يواصلوا الإضراب على التمارين لليوم 9 على التوالي، ورافضين العودة قبل الحصول على مستحقاتهم المادية. أكدت مصادر إعلامية مغربية أنه اللاعب السابق للترجي حمدو الهوني توصل اتفاق الفسخ عقده بالتراضي مع الوداد البيضاوي. الهوني صح مع الوداد في الصيف اللي فات بعد نهاية عقده مع الترجي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع رمضان شو.